الحقيقة أنا سعيد جدا بالفقرة اللي جاية، لأن فيها قيمة عظيمة جدا وفيها بطولة من نوع خاص، فيها تحدي وصبر وحلم جميل. معانا في واحد من الناس أصغر بطل في رياضة كمال الأجسام، واللي قدر في سنه الصغيرة أنه يحصل على العديد من البطولات وشهادات التقدير. وكمان معانا بطل تاني هو والده، اللي هو آمن بموهبة ابنه وقرر أن يكون ليه الداعم والسند والمعلم. قرر يحقق في ابنه كل الأحلام وكل الأمنيات وكل النجاح والتفوق. قرر يكون ظله في كل خطوة من خطواته، يرعاه ويعلمه ويراقب نجاحه خطوة بخطوة. معانا البطل الصغير حمزة، والده الأستاذ محمد. أهلا وسهلا، ازيك يا حمزة؟ الحمد لله. وأنا سعيد جدا بيك وسعيد بالوالد الأستاذ محمد جدا. عرفني نفسك يا استاذ محمد. انا محمد صناعتي سباك، وكنت بحب رياضه كمال الاجسام، بس طبعا ما كملتش فيها لان مصاريفها كتير، فحاولت احقق ده في حمزه. فتعلمت التدريب وتعلمت كل حاجه عشان خاطر حمزه، وتعلمت التغذيه عشان خاطر حمزه ما شاء الله، ووصلت معاه من ابتداء سن 3 سنين. ماشي، كنت بلعبه بحاجات بسيطه، وكنت بلعبه ضغط وبط، لغايه ما شاء الله حمزه وصل سن 5 سنين، ودي ما حصلتش عندنا في مصر. ماشي، لان رياضه كمال الاجسام معروف ان هي بتبدا من سن 13 سنه. ولكن حمزه ما شاء الله، يعني اهو باين قدامنا الصور اهي، حمزه ما شاء الله كان مجتهد في كل حاجه، وما شاء الله حقق كتير اللي ما حدش حققه. يعني حقق ايه بقى؟ احكي لنا يا حمزه عملت ايه؟ وانا صغير عندي 3 سنين كنت بلعب بمنزه ومطرقه. وبعدها كبرت بقى 4 سنين، ابويا صب لي درابل. بعدها 5 سنين بدات اروح بطولات، بطوله اسكندريه ده اول حاجه. ابويا لف بيا الجيمات كلها، الناس ما رضوش بيها، قالوا السن صغير ما ينفعش في السن دوت حد اللي هو يلعب في السن ده. في الاخر خالص في كابتن اسمه الكابتن روماني، ده كان مش راضي. دخلت الجيم لعبت، فهو قال بسم الله ما شاء الله، فكملت في الجيم دوت لحد ما رحت خمس سنين رحت اسكندريه، بطوله اسكندريه. وبعديها كبرت 6 سنين رحت بطوله كاس مصر، وبعديها بقيت بلعب، وبعديها بقى بقيت بنشف لحد ما رحت بطولات، ولسه ما سافرتش بره عشان ايه؟ عشان انا سني صغير فما ينفعش اسافر بره. انت عندك كام سنه؟ 8 سنين؟ ما شاء الله. الرياضه دي مش صعبه شويه عليه؟ والله هي صعبه، بس هقول لحضرتك حاجه، يعني هو المفهوم بتاعها عندنا في مصر انه اي شاب عايز يخش الجيم يكسر الدنيا كلها ويشيل الحديد كله، لكن هو مفهوم اللعبه كده مش كده خالص. يعني رياضه كمال الاجسام بتعتمد على، نقدر نقول حاجه 100%، نقدر نقول 20% راحه اللي هو النوم، و10% لعب، ماشي، و70% تغذيه. هي كل اللعبه بتقوم على التغذيه، التغذيه السليمه هي اللي بتكون الخلايا العضليه. فحمزه اللي هو فيه ده كله لسه ما شاء الله عند ال 13 سنه هيبقى حاجه جامده قوي. يعني بتشوف بقى الرياضيين وتبدا تقلدهم وتقتدي بيهم وكده؟ زي مين؟ زي بيج رامي، الشحات مبروك، بس انا زعلان منها عشان هم المفروض ياخدوا الاطفال الصغيره اللي في سني، المفروض ياخدوهم معاه البطولات والجيمات وكده. هم خلاص سمعوك بقى، يبقى لازم يعملوا كده ان شاء الله باذن الله. فاكر اول مره جربت اللعبه دي كان عندك كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين كنت صغير قوي. كلمني بقى عن الاجواء في البيت، انتوا يعني بتتعاملوا معاه ازاي عشان قبل كل بطوله بيشارك فيها حمزه؟ والله حضرتك هو
يعني في البيت تقدر تقول في البداية ما كانوش ايه، عارف التشكيك، معقول يعني انت أيوة. هتطلع بطل وهتطلع حاجة كده؟ بعد كده لما حمزة ما شاء الله ابتدى يظهر عليه ويظهر على جسمه، يعني حضرتك انا خليت له البيت كله جيم، الصالة عندي الريسبشن كله فاهم، فضيته من العفش محطوط فيها كل الاجهزه بتاعت حمزه، فابتديت اشتغل على حمزه في كل حاجه، واي حاجه كانت ناقصاه كنت بجيبها له، لان ما فيش جيمات كانت راضيه تقبله. بعد كده ما شاء الله اخته عندها دلوقتي 16 سنه فاهمني، بقت تخش على النت وتجيب لي التغذيه ازاي وكذا ازاي وكذا ازاي، وبقت تساعدني لان انا جاهل علام يعني ما بعرفش اقرا واكتب، فاخته بقت تساعدني ما شاء الله فاهم، وبقت هي ايه قايمه بدور الدكتور ماشي. فما شاء الله وصلنا لحاجات جميله قوي، يعني في ناس كباتن ما شاء الله برضك عيالهم وصلوا بس ما وصلوش زي حمزه ما شاء الله يعني فاهم، لان حمزه كان اول حاجه، كان اول البدايه. لكن دلوقتي في اطفال كتير يعني، حمزه طلع خد ورا منه سرب كبير فاهم، طلع بعد كده وبقى يخش البطولات 8 سنين و9 سنين فاهمني، لكن في البدايه ما كانش عندنا كده. الاكل مكلف بتاع اللعبه دي جامد، انت دخلك هل بيتناسب مع التغذيه اللي بتقدمها له؟ والله حضرتك انا في البدايه يعني عملك بيغطي، في البدايه انا كنت بحاول اقرص على نفسي بكل حاجه عشان خاطر اطلع حمزه بطل، ولكن قابلتنا مشاكل كتير، انا ضغطت على نفسي في البدايه، بس بعد كده لقيت ان اللعبه ما بتدينيش، فبقيت اتهزل فيها شويه شويه فاهمني، شويه اقدر وشويه ما اقدرش وشويه اقدر. يعني والله قبل ما اجي لحضرتك انا كنت ناوي ان انا اوقف لغايه سن ال 12 سنه، لان مش قادر، لان معايا بنات، فمش هينفع ان انا اكمل لحمزه واكمل لاخواته فاهمني، فقلت لا اوقف شويه وعلى 12 سنه ابدا مع حمزه تاني. بعدين لما عرفت ان انا بحب حضرتك والله من غير يعني، مش عشان قاعد قدام حضرتك، الله يخليك، فاما عرفت ان انا طالع مع حضرتك وحمزه هيجي يتقابل مع حضرتك، فدي حاجه بسطتني وساعدتني قوي قوي قوي، فرجعت تاني ان انا قلت لا هكمل لحمزه، مش مشكله اتك على نفسي شويه والاسره تتك على نفسها شويه، وباذن الله هنرجع نكمل لحمزه تاني. اه تقيله شويه بس ما قدامناش غير كده، هي المشكله في تغذيه حمزه، تغذيه حمزه شديده شويه عليا، ولكن حمزه ما شاء الله يعني هو لو كمل هيبقى قدامه مستقبل كبير، وانا نفسي اطلع بطل عالم على سن ال20، ده حلمي انا واللي مركز فيه، وان شاء الله ان شاء الله هيحصل. لا هيحصل، فانا واثق ان حمزه هيلعب الاحتراف ان شاء الله، لو ربنا رايد له هيلعب احتراف ويشرف بلده على ال20 سنه ان شاء الله، مش هيوصل للثلاثينات ولا ال35 ولا الكلام ده، هيبقى اصغر بطل عالم زي ما هو كان اصغر بطل في مصر في الجمهوريه، هيبقى اصغر بطل عالم، ده حلمي اللي انا نفسي اشوفه فيه. والله انا فخور بيك، الله يبارك انت لك. جميل جدا، شفت بابا حلو ازاي؟ طب بذمتك يعني بعد الكلام ده دوره ايه في حياتك؟ بيعمل ايه؟ هو بالنسبة لي صاحبي وحبيبي واخويا والكابتن وكل حاجة ليا. ربنا يخليه لك، اب عظيم على فكرة، يعني اللي يعمل كده واللي يضحي التضحيات دي كلها، وانا عارف هو ضحى قد ايه وبيضحي وهيضحي لسه قد ايه، الراجل ده لازم مننا كل تقدير واحترام ليه على كل حاجه هو بيعملها، وربنا يكرمك وان شاء الله ربنا يفرحك بيه ويحقق املك فيه ويحقق امل مصر فيه ان شاء الله، وتلاقيه عند حسن ظنك ويكون هو الابن البار اللي يشكر ابوه على كل حاجه تفضل عليها بيها، لان هو بياخد من لقمته ومن تعبه عشان انت تبقى بطل عظيم ان شاء الله. انت عايز تقول له ايه النهارده؟ لا بحبه وكل حاجه. لا اديله بوسه بقى. عايز تقول لحمزه النهارده، توجه رساله تقول له ايه؟ حمزه انا عايز اقول له الرساله اللي عايز اقولها له، ان انا لو مشيت هو يكمل، ولو فضلت معاه باذن الله مش هسيبه الا هو حاجه كبيره. ان شاء الله تشوفه وتفرح بيه وتشوف بطولاته وانجازاته وتبقى فخور بيه، ونكون كلنا فخورين بيه، وتيجي برضه معايا هنا زي ربنا اداني العمر ان شاء الله، تقعد معايا وتقعد تحكي لي عن تجربتك، واهم حاجه تحكي لي عن مين؟ عن الراجل العظيم ده اللي انت ما بقتش بطل. حمزه انا سعيد وفخور بيك، وفخور جدا بالوالد العظيم سيدنا، ربنا يكرمك شكرا ويبارك لك فيه، الله يبارك لك، واحنا في انتظار تحقيق بطولات اكتر، الله يبارك لك، وكل ما يعمل بطوله يجي لنا هنا ان شاء الله معانا عشان خاطر نحتفل. ده شرف فينا يا فندم، والله شرف. ده النموذج اللي انا عايز اقوله، الاب محمد والابن حمزه، الاب العظيم اللي هو
شايف ومؤمن بابنه ايمان شديد جدا، ودايما الوحيد في الدنيا اللي يتمنى ان يكون ابنه احسن منه هو الاب. الوحيد اللي يتمنى ان يكون احسن منك هو ابوك. ابوك يقول لك انت تبقى احسن مني، بيفرح بيك. فحمزه ان شاء الله يكون قره عين ابو محمد اللي بيضحي بكل شيء في سبيل ان هو يوفر له المناخ الصحي والطبي والرياضي عشان يكون بطل من ابطال مصر اللي يرفعه على مصر في كل مكان. انا حبيت اقدم النموذج المحترم ده النهارده للاب العظيم والابن النابغه في واحد من الناس.